ربي ما مرت. طيب وينه زوجك؟ ليش ما عم تتصلي فيه يجي لهون؟ أنا محاول أتصل بأختي هلا بلكي بترد. زوجك كان لازم يضل معك وين ما رحتي، أنت بآخر شهر ما لازم يتركك لحالك، ما بصير يعمل هيك فيكي أبدا. شو هالمنطق هاد؟ ما لازم يتركك لحالك بالمرة. أنا وقت كنت حامل كان زوجي واقف جنبي طول الوقت. خير شو صاير معك؟ عم تولد، لازم تروح على المشفى. طيب رح أخذها على المشفى بسرعة. والله ما بعرف أبدا. ما بصير أتركك، أنت بحاجة حدا يوصلك على المشفى. رح أتصل بعائلتي بلكي بيجوا بياخذوني على المشفى. دانكا بترجاكي ما في وقت هلا لحتى تجي عائلتك تاخذك. خلص ما فيني شي، هلا بيجوا أهلي. ما بقى تلحقي تستني أهلك. تعالي معنا.